وعلى اغلب العدادات حسب ما انا بعرف يمكن $50. مي بتكون على طول، اي ما بدك تعبي خزانك؟ لا، الافضل انه يكون في عداد معلش وبندفع حق مي. لا اكيد تركيب عدادات مثلا لكل بيت لحتى توصل مي مثلا لكل العالم. هلا تركيب العدادات هو كويس يعني ممتاز، لان اذا كان انه بدي يركبه مثلا بدي تستعينه بالمنظم، يعني هذا امر جدا سلبي اوقات. صحيح، لان في اسباب اوقات بتوقفون عن ضخ المياه بسبب المال او بسبب شيء ثاني يعني. فالافضل العدادات، بس يراعى الله وضع الضمير في هذه الشغله. الحكومه اذا بركبوا لنا عدادات بيكون احسن، او دائما بتكون متوفره، لان المنظمات اذا راح يركبوا لنا اياها راح تكون لفتره معينه، ما راح تكون دائمه. لا، الافضل انه يكون في عداد معلش وبندفع حق مي، بس انه المي تكون راكزه، ميتنا دوم شغاله، لا بدنا نعبي خزانات احتياط ولا بدنا نعمل ولا نساوي. طبعا في ناس قادره على انه تدفع حق عداد، وعلى اغلب العدادات حسب ما انا بعرف يمكن $50 حسب ما قالوا هيك، او ما حددوا سعر، ما بعرف اذا حددوا ولا لا، بس ولكن سابقا كان الكلام هيك، يعني كان انه الكلام فيه عدادات او ما شابه لذلك. الاثار السلبيه عن طريق دعم الحكومه للموضوع او قيام بالمشروع هي تكلفه عداد المي لكل فرد، ممكن تكون عائلات ما عندها قدره وعائلات عندها قدره، فالموضوع بده موازنه اكثر من هيك. لا والله برايي يركبوا عدادات، لان اليوم اذا ركبوا عدادات هذا شيء مفيد، لان قبل الحكومه يعني الله يجزيه الخير، وهذا رفعت راس لنا كلنا. لا اكيد تركيب عدادات، انه شيل الساعه ثابته اكيد افضل، لانه ماني مستعد انه كل نهار تنقطع المي ونقطع من المي، وبتكون انه ما الواحد يتشنشط انه يستنى وقت كثير او اسبوع او شهر لحتى تجي المي، فالعدادات طبعا احسن. والله الساعه كويسه ترى، بس يعني يركبوها بسعر رمزي، يعني مو ما يغلوا على العباد، فهذا راح يصير راح ياثر على ناس وراح يفيد ناس. تمام، اما موضوع الثاني انه عداد احسن، مي بتكون على طول، اي ما بدك تعبي خزانك، وهذا الموضوع يعني راح تاثر على ناس وتفيد ناس. يعني اكيد مثلا تركيب العدادات هو الافضل، يعني بحيث مثلا انه نقاموا بهذا المشروع، فيعني بتوصل مي مثلا لكل العالم ان شاء الله، يعني مثلا يوصل لمرحله يعني ما حدا يشكي من المي ابدا ابدا. هو امر كثير ممتاز انه الواحد خلص ايمت ما فتح حنفيه او هيك بكون مي، بس مثل ما قلت لك انه يا ريت الاسعار تكون رخيصه. قاموا بخطوه جيده وامر جدا ايجابي، افضل من انه يكون الاستعانه في منظمه، الاستعانه على النفس بيكون شيء افضل ورائع اكثر. بس خير، باشروا بارك الله فيكم، والمشروع كويس وجيد، يعني يكون سعره بالمعقول، وبنفس الوقت يعني تكون المي ما يكون سعره غالي كمان. هاي الرساله نوجهها لهم. بوجه لكم رساله، الله يجزيكم الخير، بس انه نراعي هال 10% من الناس اللي ما عندها قدره تركب عداد مي على سبيل المثال. يعني الله يجزيه الخير ويقلل من مقدارهم، بس يكونوا هيك حنونين شوي على هالشعب الفقير اللي لله المشتكى. يعني اليوم العامل اللي عم يشتغل بالخمسين وستين ورقة ويجي موضوع المي والكهرباء والشغلات الباقي، فحمل كبير عليه، يعني يكون ما صار غالي كتير ويراعي وضع المواطن مو أكتر. المشروع جيد يعني، بس الأفضل تكون أسعار مناسبة مع الشعب يعني بشكل عام.